حقيقة هي ذكرى مؤلمة وموجعة بنفس الوقت. يعني التهجير اللي حصل، العوائل اللي تبهذلت، اللي انذلت، اللي انسلبت أموالها، اللي انسلبت حقوقها، ما زالت لحد الآن تحت خط الفقر، وبالتالي ساكن الهياكل وساكن المخيمات. يا حكومة يا عراقية، يعني أين الديمقراطية والحرية التي تتحدثون عنها؟ المليارات اللي تذهب في مهب الريح. طيب، اتحررت من قبل القوات البطلة أبناء العراق الشجعان بجميع تسمياتهم وصنوفهم. شنو اللي احنا نريد نفتهم السبب، سبب عدم العودة؟ يعني بس نفتهم يعني الإعمار اللي ماذا يصير بهاي المناطق، ماذا يفتهم المواطن؟ طيب هذا النازح المسكين اللي هو لحد الآن بالساكن المخيمات والهياكل ويعاني، يعني متى تنتهي معاناة هذا النازح؟ يوم ما ننسى لنا يوم نكبة بتاريخ العراقيين، كانت يوم اللي طلعونا من مناطقنا تهجرنا. هاي اليوم صار لنا تقريبا 4 سنوات ولا زلنا نعاني من اثار داعش اللي دمروا بيوتنا ودمروا املاكنا. وناشد الحكومه يا ريت يشوفون لنا حل، الى متى نبقى مخيمات النزوح؟ المنازل اغلبيتها مدمره، المناطق مدمره، فاللي يريد يرجع وين يرجع؟ وين يقعد؟ هذه العمليات العسكريه ودخول تنظيم داعش الى كل المناطق، اغلب المناطق العراقيه في محافظات الانبار وديالى وصلاح الدين ونينوى واجزاء من كركوك وحزام بغداد، هذا انتكاسة كبيرة على الحكومة السابقة، وبالتالي نحتاج اليوم إلى فتح تحقيق، ونحتاج إلى إصدار قوانين معاقبة الأشخاص المتسببين بهذه الانتكاسة الكبيرة. نطالب من الجهات المعنية إعادة إعمار هذه المناطق التي دمرت، وهذه يعني اليوم هذه الذكرى أليمة، نتمنى ألا تعود.